بسم الله، نبدأ مع الفارما كاينتكس. طيب، فارما كاينتكس absorption and distribution. طبعا هنا فارما كاينتكس زي ما قلنا ايش هي، what does body do to the drug، يعني هو المرحلة من مرحلة دخول الدواء الى الجسم الين قبل ما يشتغل الدواء. طيب، الين قبل ما يوصل لايش، للاكتيف سايت. طيب، اي دي ام اي. طيب، قال لك ار ستاديز اوف ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن اوف ذا درج، يعني انه من الامتصاص الى التوزيع الى ان تحدث عليه عمليه الايض الى الاكسكريشن اوف ذا درج، يعني اكسكريشن. طيب، زي ما نشوف كيف اكسكريشن، زي ما قلنا اللي هو التخلص من الدواء، هو هذه هي المنطقه المهمه في الدواء، فارماكو دايناميك، اللي هو لما الدواء يبدأ يشتغل. لما الدواء يوقف عن شغله راح يرجع لمنطقته فارماكاينيتكس ويتم التخلص منه خارج الجسم. طبعا واضح الصورة، يعني هنا الدراج دوز، الشخص اخذ الدواء، بعدين ايش سوى هنا، بيولوجيكال فلويد كونسنتريشن. طيب، شرب الدواء الشخص، بعدين راح ايش للإفكت، إفكت سايت اند كونسنتريشن. اوكي، او انه يعني جزء منه راح على طول كذا، وجزء منه ممكن نزل لعمليه الايض ميتابوليتيز. اوكي، وبعدين راح لايش، للافكتيف سايت اللي هو راح للفارماك داينتيك. بعدين هنا فارماكولوجيكال افكت اللي هو عمل الاكشن، الدواء عمل الاكشن حقه. شخص عنده صداع، اعطيناه بنادول مسكن شال الصداع منه، قلل ايش الضغط في المخ، لما قلل الضغط في المخ راح الصداع. نعم، فبعدين خلاص انتهى مفعول الدواء، رجع اكسكريشن. اوكي، يعني بشكل مبسط، وهذا يعني جميل، يعني تلخيص جدا جميل. طيب، ناتي للنقطة الأولى، absorption. يقول لنا هنا definition، absorption it is the passage of drug through cell membrane to site of sampling blood or plasma. يعني هو عملية انه الدواء يمشي ويخترق السيل ممبرين عشان يدخل الى داخل الخلية، يخترق جدار الخلية عشان يدخل الى داخلها، ويروح لفين، للسايت اوف سامبلينج، ويروح يعني للدم ولا للبلازما، وعدة أدوية لها، يعني كل دواء يشتغل في مكان معين، بعض الأدوية تشتغل في جدار الخلية، بعض الأدوية تشتغل داخل الخلية، بعض الأدوية تشتغل على الدي ان اي، بعض الأدوية بلا 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 بلا. طيب، نجي هنا ميكانيزمز اوف دراج ابزوربشن، سمبل ديفيوجن باسيف ديفيوجن. سمبل ديفيوجنز يعني بعض الأدوية راح تكون سمبل ديفيوجن، يعني ما راح تحتاج طاقة الدواء عشان يشتغل، ما راح يحتاج طاقة، او عشان يمتص ما راح يحتاج طاقة. هنا النقطة الثانية اللي هي اكتف ترانسبورت، الدواء يحتاج طاقة يعني عشان مثلا يدخل خلية عشان يعني. طيب، وهنا فاسيليتيف ديفيوجن، وهنا اللي بعده اللي هي باينو سايتوسيس اندو سايتوسيس. نعم، برضو هنا راح نشوف تفاصيل عليها تورينا يعني بشكل يعني مفصل. طيب، طبعا هنا زي ما نشوف انه هو زي ما نشوف هذا فوسفوليبيد. اوكي، وهنا بايلير، هنا فوسفوليبيد، هنا هيدروفيليك، وهنا هيدروفوبيك جوا، وهنا فيليك في الخارج، تحتك بالماء وتحتك بالسوائل، و هنا اكسترا سيليولر فلويد.
ووتر انفايرمنت. نعم، فهنا يقول لك انه البولر هيد فوسفيت كونتيننج، وهنا في الداخل راح نلقى ايش؟ فاتي اسيد تيل نان بولر تيل، هنا بولر هنا نان بولر. نعم، وهنا السيتوبلازم انفايرمنت، هنا خارج الخلية وهنا داخل الخلية. اوكي، فزي ما نشوف هنا بولر، بولر هيت فوسفيت جلايسرول فاتي اسيد الذيل هنا، وهنا فاتي اسيد برضو، هنا ايش؟ هيدروفيليك هيت. alright، وهنا برضو السيل ممبرين هيدروفيليك ريجن ووتري ووتر لافينج. طيب، وهنا جوا ووتر فيرينج يخاف من الووتر، وهنا ترانسبورت بروتين. ترانسبورت بروتين يعني هذا عبارة عن بعض الأدوية راح تكون لها شفرة معينة عشان تدخل من هذا الطريق، طيب من هذا الطريق، وبعض الأدوية راح تدخل من هذا الطريق. طبعا كل دواء يكون مختلف عن صاحبه يعني، ومختلف عن غيره. طيب، كل دواء يعني له ميزات. طيب، هنا نقول ايه؟ water soluble ring، water soluble ring ionized or polar is readily absorbed via aqueous channel. aqueous channel يعني القناة المائية، or pores in cell membrane. يعني هذا الدواء soluble water soluble drug، هذا الدواء يعني يذوب في الماء، طيب، وممكن انه يكون absorbed عن طريق السيل ممبرين. اوكي، عندنا هنا نوع الدواء الثاني اللي هو نان ايونايزد او نان بولر، هذا بولر هذا نان بولر. هذا النان بولر ليبيد سوليبل دراج، يعني هذا الدواء راح يشتغل قبل يدخل الخلية، هذا الدواء ما راح يشتغل الا بعد ما يدخل الخلية. طيب، lipid soluble drug non ionized or non polar is readily absorbed via cell membrane itself. okay. يعني هذا absorbed خلال القناة المائية او البورز، البورز اللي هي الفجوات اللي تكون موجودة ايش يعني زي كذا. ما هو جايبين بورز، بورز تقريبا الفجوات، تلقون فجوات زي كذا بين هذه الاثنين، فجوات يسموها بورز، يقدر يتسلل الدواء من خلالها اذا كان عنده شفرة معينة يعني. طيب، فهنا زي ما نشوف هنا هيدروفيليك درج، وهنا هيدروفوبيك درج. اوكي، وهنا فيري هيدروفوبيك درج. طيب، فنشوف كذا ايش انه الهيدروفيليك درج اللي هو النوع الاول ووتر سيلبل، اغلب الدواء ما راح يدخل داخل الخليه، راح يستنفذ في الخارج. وهنا هيدروفوبيك درج تقريبا نص الدواء راح يدخل للداخل، طيب، والنص الثاني راح يبقى في الخارج. عشان كذا يعني ايش يعني في بعض الادويه نحن عارفين انه الدواء هذا اذا الشخص الدواء هذا الشخص راح يشربه وما راح يوصل منه اصلا، وما راح يشتغل منه الا 30%. فعشان كذا ايش تلقى الدكتور يعطي الدوز لهذا الدواء عالية. طيب، وفي ادوية ثانية يعرف انه الدواء ايه very hydrophobic، فتكون الدوز حقه مرة قليلة. ليش؟ لانه الدواء ممكن راح يعني يعني راح يستنفذ او راح يعمل بشكل كبير، يعني 90% من الدواء راح يشتغل، زي هنا زي ما نشوف فقط يعني ممكن 10% اللي هي استنفذت في الخارج، لكن الباقية كلها دخلت جوة السيل ممبرين. فهذا الدواء قوي جدا، هيدرو فيري هيدروفوبيك. طيب، اوكي، هنا دحين فيري هيدروفوبيك دراج ار بورلي ابزوربد، بورلي ابزوربد بيكوز of their inability to cross the lipid rich cell membrane. برضو يعني دحين هذا له نقطة ضعف انه ايه poorly absorbed،
فعشان انه بورلي ابزوربت. فليش؟ لانه ريتش، ليبيد ريتش، فيري ريتش يعني. طيب هنا بارا بارا دوكسيكالي، بارا دوكسيكالي دراجز ذات ار اكستريملي هيدروفوبيك ار also poorly absorbed because they are totally insoluble in aqueous body fluid. نعم. طيب نجي هنا، طبعا هنا يقول لك ايش، انه الدواء يعني poorly absorbed لانه ايش، لانه يعني ما راح يشتغل خارج الخلية، لازم يشتغل داخل الخلية، وعشان يدخل داخل الخلية يعني راح يعني من الصعوبة جدا انه يدخل جوة الخلية. نعم، لكنه اذا دخل الخلية يعني هيكسر الدنيا. طيب هنا ايش، for a drug to be readily absorbed it must be largely hydrophobic yet have some solubility in aqueous solutions. ايش معنى ذا الكلام؟ يعني نقول انه for a drug readily absorbed، الأدوية اللي هي راح absorbed بسرعة يعني راح تمتص بسرعة، it must be largely hydrophobic. نعم. yet لكن have some solubility in aqueous solution. largely hydrophobic يعني هو كأنه يقول لك ايش، انه لو لقينا، لو قدرنا يعني نسوي ايش، توازن بين يعني انه الدواء يكون absorbed يعني يمتص بسرعة وفي نفس الوقت hydrophobic، فرح نقدر نستفيد منه. طيب النقطة هنا نيجي ايش، characteristics الخصائص حقه، حق السيمبل ديفيوجن. نأتي هنا السيمبل ديفيوجن اللي هي الطريقة الأولى. ايش السيمبل ديفيوجن؟ occur along concentration gradient، يعني هو مع الكونسنتريشن، اذا كانت الكونسنتريشن خارج الخلية اكثر نلقى الدواء ايش راح يروح مكان الكونسنتريشن الاقل. طيب وهذا يعني من احد يعني ابسط الادوية، ابسطها واكثرها بدائية السيمبل ديفيوجن. هنا ايش قال لك، انه نون سيلكتيف. طبعا الدواء اذا كان سيلكتيف، كل ما كان سيلكتيف كان احسن غالبا. النقطة الثانية قال لك انه not saturable، يعني انه غير مشبع الدواء، كل ما كان مشبع اكثر كان مكان افضل. require no energy بالتأكيد لانه simple diffusion. وهنا no carrier is needed، هذه احد الخصائص، يعني no carrier هاي تعتبر ميزة كويسة، يعني انه ايش هيشتغل بشكل يعني اسرع، لكن لسه ينتظر الكارير مش عارف ايش، يعني راح يتاخر شويه. طيب وهنا depend on lipid solubility، راح يعتمد على lipid solubility. نعم زي الكونسنتريشن زي ما قلنا، اذا كانت السولوبيلتي يعني راح يكون يعتمد، كانت السولوبيلتي قليله هو راح يجي بكثره، لكن كانت السولوبيلتي يعني نعم القابليه على الاذابه، على إذابة الليبت. نعم. وهنا البي كي اي، البي كي اي إن شاء الله راح نلقى صورة تشرحه يعني بشكل كويس. depend on بي كي اي drug of drug and pH of the medium، يعني راح يعتمد على البي كي اي حق الدرج، هذه من أحد أهم الأشياء، يعني لازم إنه الشخص يفهمها بشكل يعني جيد جدا يعني. وهنا إيش البي اتش، يعني الحموضة حق إيش، او نعم الحموضة حق الميديوم حق المكان. طيب هنا شوفوا قال لك الون كونسنتريشن راح يروح ايش، من هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن، هذا ايش السيمبل ديفيوجن. نعم سيمبل ديفيوجن دراج اكزيست از سولتس ان تو فورمز، ايونايزد ووتر سوليبل اند نون ايونايزد فورمز lipid soluble. non ionized form اللي هو lipid soluble in equilibrium.
يعني راح يكون ايه اكوليبريم اللي هو ايه ووتر سوليبل مع الفات سوليبل، او ووتر سوليبل مع ايه مع نان ووتر سوليبل. طيب فراح يكون في ايه ان اكوليبريم. قال لك هنا درج ايونايز بلس نان ايونايز، فراح يكون كذا زي كذا حتى تعمل ايش الموازنة. طيب نان ايونايزد فورم از ابزوربابل، از ابزوربابل نعم نان ايونايزد از ابزوربابل في داخل الخلية. طيب نان ايونايزد ايونايزد فراكشن از ديترمايند باي بي اتش اند بي كي اي اكوردنج تو هافرجن، هذا قانون انه البي كي اي ناقص البي اتش راح يساوي ايش لوك بروجنوليتد مع نان بروجنوليتد. نعم طبعا القواعد الرياضيه ما هي شغلات الاطباء يعني بشكل يعني عام يعني او على الاقل في هذا الكورس. طيب دراج ابزوربشن، دراج ابزوربشن ليبيد سولوبيليتي، ايش معنى هذا الكلام؟ ليبيد سولوبيليتي يعني عشان يعني عشان الدواء يمتص زي ما قلنا نشوف الليبيد سولوبيليتي حقه هل هي قليله. اذا كانت الليبيد سولوبيليتي قليله يعني معناها ايه انه ووتر سوليبل زي كذا، يعني ليبيد سولوبيليتي ووتر سوليبل ووتر سولوبيليتي يعني متعاكسين، يا انه ليبيد اكثر يا انه ووتر اكثر. طيب ديفينيشن بي كي اي يساوي ايش بي اتش ات 50% of drug molecule are ionized charged. نعم يعني الحين البي كي اي راح يساوي ايش، راح يساوي 50% من البي اتش من الدواء، من البي اتش من الدواء الايونايزد اللي هو التشارجد. نعم طيب اونلي وبعدين راح نلاحظ انه في ادويه انها تكون يعني ايونايزد بلس 4 وفي ادويه ايونايزد بلس 3. الايونايزد بلس 4 ما راح تقدر تدخل للمخ معايا، لكن الايونايزد بلس 3 راح تقدر تدخل للمخ. فالادويه كل مكان الدواء ما يقدر يدخل للمخ كل مكان افضل، عشان تكون ايش الاعراض الجانبيه حقه في الجسم وليست في المخ. طيب يعني هذا هو عشان كذا يقول لك ايونايزد وتشارجد وهذا الكلام يعني. نعم فهنا يقول لنا ايه only uncharged uncharged molecules are lipid soluble، فقط المولكيولز only uncharged يعني فقط اللي هي uncharged molecules are lipid soluble. نعم يعني الحين التشارجد مولكيولز يعتبرون ايه ووتر سوليبل. طيب the pKa of molecule influences its rate of absorption through tissue into the blood stream. يعني البي كي اي زي ما قلنا انه له علاقه بالبي اتش وله علاقه بايش بالايونايزد او تشارجد. طيب وقلنا ايش انه ايش انه يعني انشارجد انشارجد راح يكون ايش ليبيد سوليبل. فهنا قال لنا البي كي اي مولكيول انفلونس ايش ذا ريت اوف ابزوربشن، يعني هو راح ياثر على الريت اوف ابزوربشن. اذا كان البي اي البي كي اي عالي فراح تكون ايش الريت اوف ابزوربشن خارج الخليه عالي. طيب فهنا rate of absorption through tissue into the blood stream into the blood stream. طيب blood stream يعني ايش؟ يعني يعتمد على ايش هي الخلايا اللي راح يشتغل عليها. طيب لا تقول لي والله الدم هذا يعتبر خارج الخلية، لا الدم برضه جوته خلايا جوته كريات الدم الحمراء. طيب ممكن ان الدواء هذا يشتغل على الدم عشان يصلح مشكلة في الدم زي مشاكل الانيميا. طيب
طيب هنا بي اتش، او ممكن في التشيو، في التشيو ممكن زي الكبد، زي البنكرياس، زي وات ايفر. طيب هنا برضو بي اتش varies among tissue sites. For example stomach 3 الى 4 وهذا البي اتش. يعني قال لك انه البي اتش يعني من مكان الى مكان البي اتش مو في كل الجسم زي بعض. البي اتش في الاستومك راح يكون نازل، يعني الاستومك فيه حموضة كبيرة جدا. ليش؟ عشان تقدر تهضم الطعام. لكن انتستاين الامعاء ما راح تحتاج حموضة كبيرة، يعني عشان يعني ممكن انه الحموضة القليلة راح تخلي الامعاء تعمل بشكل ايش افضل. طيب فيقول لك انه ممكن بعض الادوية تشتغل هنا احسن، بعض الادوية تشتغل هنا احسن. نعم جولدن رول جاب لك هنا قاعدة، قال لك هذه قاعدة ذهبية. ايش هي؟ قال هنا ستومك لو بي اتش برو تونيتد فور لو لور ابزوربشن، وهنا هاير ابزوربشن. نعم هاير ابزوربشن ان بروبنيتد سمول انتستاين هاي بي اتش. نعم طيب هنا قال لنا ايه؟ انه يعني هذا ايش؟ هذا الرباعي وهذا الثلاثي. طيب الثلاثي هاير ابزوربشن حتى يدخل للمخ زي ما قلنا، والرباعي لور ابزوربشن وما راح يدخل للمخ، فهذه العينة مفضلة نوعا ما. لكن بعض الأحيان ما راح تواجد هذا الدواء، ما راح تواجد دواء بهذا التركيب، حتواجد بهذا، فراح تكون مضطر غصبا عنك تستخدم هذا. طيب هنا عندنا ايش؟ قلنا اسيدك دراج، اسيدك دراج، اسيدك دراج. نعم اسيدك دراج is uncharged in pH lower than its pKa. نعم وهنا basic drug is in uncharged pH in the pH higher than the pKa, higher than its pKa. نعم طبعا ال pKa عارف انه يبدو غامض شوية، لكن ان شاء الله مع الوقت يعني راح نفهمه. pKa راح يكون رقم محدد لكل دواء عنده pKa محددة بواسطة يعني معادلة معينة نقدر نطلع ال pKa. طيب alright هنا ايش؟ thinking question يقول لك ايه؟ which of these will be able to transfer membrane more rapidly and why؟ transfer more rapidly more rapidly هذا ثلاثي، هذا ثنائي، تقريبا تقريبا سي. طيب أيون ترابي ليش سي؟ لأنه هذا ثلاثي وهذا ثنائي، الثنائي بالتأكيد أسرع من الثلاثي، وهذا إيش تلقاه؟ أحادي، فالأحادي أسرع منهم كلهم. أوكي أحادي التركيب. طيب هنا أيون ترابينج، أيون ترابينج it is trapping of charged ion on one side of the membrane. أيون ترابينج يعني إنه راح الأيون راح يقع في المصيدة من إيش؟ من charged ion on one side of the membrane، راح يمسك في مكان معين. طيب نيجي هنا النوع الثاني اللي هو فاسيليتيتف. نعم فاسيليتيت ديفيوجن، قال لك اكر along concentration gradient require carrier. برضه هذا مع الكونسنتريشن، حلو مع الكونسنتريشن، لكنه ايه؟ يحتاج الى كارير وسلكتيف وساتشربل، ولكنه ما يحتاج انرجي. برضه هذا نوع جيد. طيب زي ما نشوف هذا الفاسيليتيتف خارج الخلية وهنا داخل الخلية، ونشوف انه يدخل عن طريق ايش؟ عن طريق البروتين، صح؟ بلم ممتاز. هنا النقطة الثالثة، النوع الثالث اللي هو الاكتف ترانسبورت. طبعا اكتف ايش؟
زي اللي قبله بس اللهم ايه require energy. اوكي usual relatively unusual نادر occur against concentration يكون عكس ال concentration gradient و require carrier و energy و specific و saturable example iron absorption and uptake of levodopa by the brain. levodopa هذا احد الادويه اللي تستخدم في ايش؟ في للمرضى النفسيين. طيب للمرضى النفسيين لانه شغله في المخ، وغالبا اي دواء تلقون شغله في المخ يا ترشري تقريبا ترشري يعني ثلاثي. طيب ثلاثي اماين مستحيل يكون رباعي لانه الرباعي كانت كروس برين بلاد برين بارير. اوكي بي 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 يسموها بلاد برين بارير. طيب هنا ايش باسيف اند اكتيف ترانسبورت. باسيف ترانسبورت سيل ممبرين بارتيكل اريا اوف هاي كونسنتريشن. هنا هاي كونسنتريشن هذا الباسيف مع الكونسنتريشن، كونسنتريشن اكثر كونسنتريشن اقل ماشي كذا. لكن هنا الاكتيف هنا كونسنتريشن اكثر وهنا كونسنتريشن اقل، لكنه يمشي عكس الكونسنتريشن لكنه يحتاج الى ايش طاقه ATP energy is used. نعم فهنا شوف ايش جاب لنا مثال، قال لنا هنا باسيف وهنا فاسيليتيتيف وهنا اكتيف. يعني كانه يقول لك انه الباسيف جاب لك انه كانه بطيء كانه الفاسيليتيتيف اسرع ولكنه ايه مع الاتجاه مع اتجاه الكونسنتريشن، لكن الاكتيف يطلع كذا مع طاقه ما عليه من احد. طيب طبعا الجدول هذا يعني معاد معانا طبعا، بس اهم شيء انه ايش الطاقه من يحتاج طاقه، هذا الوحيد اللي يحتاج طاقه، وهذا الوحيد اللي لا يحتاج ايش كارير، كله باثنين يحتاجوا كارير، وهذول مع الكونسنتريشن هذا عكس الكونسنتريشن، وهذا سيلكتيف وسيلكتيف وساتشرابل، هذا نت سيلكتيف نت ساتشرابل. كذا انتهينا منها. طيب هنا فاجوسايتوسيس. فاجوسايتوسيس اللي هي عملية الابتلاع. فاجوسايتوسيس هي عبارة عن عمليتين، اندوسايتوسيس واكسوسايتوسيس. اندوسايتوسيس تبتلع البكتيريا وهي حية وتقتلها، اكسوسايتوسيس تخرج الفضلات، تخرج فضليات فضلات البكتيريا الميتة وتخرج من الجسم. endocytosis uptake of membrane bound particles uptake يأخذ. طيب exocytosis expulsion of membrane bound particles خلاص هنا دخلوها جوا، هنا خلاص هي موجودة جوا بعدين يطلعوها. قال لك high molecular weight drug are highly or highly lipid insoluble drug. نعم يعني انه هاي ليبيد انسوليبل دراج راح يكون ايش عنده وزن اكثر. طيب نيجي هنا بايو افيلابيلتي. ايش هو البايو افيلابيلتي؟ بايو افيلابيلتي از ذا فراكشن اوف دراج ذات انتر از ذا فراكشن اوف دراج ذات انتر ذا سيركيوليشن after systemic administration and becomes available to produce action sampling for biological fluid. نعم ايوه في البايو افيلابيلتي ايش يقول لنا هنا؟ جاب لنا هذه النقطه راح تفهمنا الكلام المشخبط هذا. يعني يقول لنا انه مثلا الاي في راح بروفايد وات 100% بايو افيلابيلتي، يعني ما راح يعني، لكن قال لك اورال يوجوالي هاز ليس ذان اي في. نعم جاب لك هنا ايكويشن بايو افيلابيلتي
اي يو سي اورال، وهنا اي في ضرب 100، تقسم ذا على ذا ضرب 100. ايش الهرجه؟ يعني دحين الدواء اذا اعطيناه عن طريق اي في انترفينوس، عن طريق الوريد، عن طريق الوريد، نعم، ف راح يوصل كله. فعشان كذا ايش دائما ندي الدواء عن طريق الوريد كميه قليله، لكن اذا ادينا الدواء عن طريق الفم 50 60% منه راح تروح في الهواء، و40% بس اللي راح يشتغلوا. لكن هي هنا ال 100، لكن هنا في الاي في راح يشتغل الدواء 100%، كله راح يشتغل، ما او راح يشتغل 98%. طيب زي كذا عشان نكون دقيقين، مستحيل الدواء يشتغل 100%، لكن هنا فقط يعني ايش للتبسيط. هنا قال لك فراكشن وزي كذا يقصد العملية هذه. طيب نيجي هنا فيرست باس ميتابوليزم، ميتابوليزم اوف دراج ان ذا جت وول اور بورتال سيركيوليشن بيفور ريتشينج سيستميك سيركيوليشن. نعم فيرست باس ميتابوليزم يعني انه شوفوا كيف بورتال فين، نقول اننا ايش ادينا الدواء اي في، الدواء كذا يمشي، لما يدخل الدواء دحين هنا، هنا لما يدخل في محطة التصفية الأولى اللي هي ايش الكبد، فدحين راح يستهلك منه، فيسمونه ايه فيرست باس ميتابوليزم. وعادة راح نلاحظ انه ايش انه الأدوية اللي تأخذ اي في ها ما راح تمر عن طريق الكبد، راح تمشي على طول، راح تدخل كذا من هنا وتمشي، عشان كذا راح تكون 100%. لكن اورال ابزوربشن راح يدخل عن طريق الكبد وكثير منه راح يستهلك. نشوف الكلام، ميتابوليزم اوف دراج ان ذا جت وول اور بورتال سيركيوليشن بيفور ريتشينج سيستميك سيركيوليشن. نعم so the amount reaching systemic circulation is less than the amount absorbed. نعم يعني الدواء هنا، الدواء هنا كان 100%، لما نوصل عند الكبد 40% خرج مثلا ووصل هنا 60%، حلو، لكن لو ادينا اي في بوك 100% على طول ما راح يمشي في هنا. وغالبا يعني بعض الادويه نديها اي في عشان ايش، عشان ما تستهلك هنا بالكبد. طيب وبعض الادويه نعطيها بدوز اقل، ليش؟ اذا كان في مرض في الكبد، اذا كان في مرض في الكبد ايش، لانه نعرف انه دحين الكبد مريضه فما راح تصفي الدواء زي الكبد السليمه، حلو، فندي كميه اقل من الدواء لانه اللي نبغاه مثلا يوصل 50% 60%. وغالبا طيب بعضهم يقولوا طيب خلاص يا اخي دام انه كبد وما ادري ايش، وبعض والادويه برضه لما تمر بالكبد راح تاثر على الكبد مهما كان الدواء، لكن في النهايه انت لازم يعني لازم الجسم ياخذ الدواء هذا ولا ممكن انه راح يموت، يعني يعني راح تحدث مصيبه أسوأ من هذه المصيبه. بعضهم يقول لك لا يا اخي خلينا ندي بس اي في وانتهينا وراح يكون سليم. لا اي في يعني يعني يعتبر غير مريح الاي في، فيحاولوا انه يهدوه للطوارئ، برضو الاي في راح يسبب مشاكل في الاورده وراح يسبب مشاكل في الجلد وحساسيات وزي كذا. نعم طيب يقول لك ايش مصبرك على المر؟ قال له اللي امر منه. طيب هنا ايش قال لك؟ وير ليفر جات وول جات ليومن، هذه الاماكن يحدث فيها امتصاص، طيب اللي هي فيرست باس ميتابوليزم. طيب قال لك results low availability، لما توصل first pass metabolism مثلا الكبد راح ايش راح تقل البيو افيلابيلتي. بعدين قال لك short duration of action، ايوه duration of action، ايش هو duration of action؟ duration of action هو الشيء اللي يحدد لنا كم مره نعطي الدواء في اليوم. يعني نقول مثلا هذا الدواء duration of action حقه 6 ساعات،
إذا نعطي الدواء 4 مرات في اليوم عشان يمشي على مدى 24 ساعة وزي كذا. مثلا هذا الدواء الديوريشن اوف اكشن حقه 48 ساعة، خلاص ندي الدواء مرة واحدة في اليومين. حلو. لكن نعم طيب، هنا قال لك هاو تو كومبنسيت انكريز ذا دوز اند او تشينج ذا روت اوف ادمنستريشن. زي ما قلنا انكريز ذا دوز اذا كان هنا حلو في الاورال تكون الدوز اكثر من الاي في، ولا تشينج ذا روت بدل ما هو اورال اي في. ممتاز. هنا ايش فاكتورز افكتنج بايو افيلابيلتي؟ دراجز فاكتورز، مولكيولر ويت اوف دراجز. نعم يعني عندنا عوامل راح تاثر على ايش، على البايو افيلابيلتي. دراج فاكتورز، عوامل الادويه. طيب عوامل راح تؤثر على الامتصاص، على امتصاص الدواء، عوامل راح تؤثر على الدواء. طيب دراج فاكتورز، مولكيولر ويت اوف دراج، كل ما كان وزن الدواء اكثر حلو، او كل ما كانت كمية الدواء اكثر كل ما وصل منه اكثر يعني غالبا. طيب دراج ويت، انه اذا كان الويت حقه عالي فايش معناه؟ انه ايش؟ انه ليبيد سوليبل، والليبيد سوليبل الوزن حقه اكثر. طيب هنا دراج فورميوليشن، طيب دراج فورميوليشن از اوف ديسوليوشن، يعني مدى يعني ذوبانه. حلو. يعني قال لك سولوشن سسبنجن كبسول تابلت، يعني هنا ايش؟ انه هذا خفيف، هذا اثقل منه شويه، هذا اثقل منه شويه، هذا اثقل منهم كلهم، اللي هي الحبوب اثقل من السوليوشن. عشان كذا السوليوشن يعطونها ايش؟ يعطونها اي في، يعطونها في الوريد على طول. السوليوشن اللي نشوفها زي المويه الشفاف في المستشفيات، زي المحلول، زي المغذيات. حلو. ديكستروز 5% ولا صوديوم كلورايد ولا غيره. نعم، ولا ديكستروز 10% ولا. طيب هنا ايش؟ دراج سوليبيليتي، مدى يعني ذوبان الدواء، هيتأثر. إذا كان الدواء خفيف راح يمتص كثير عن طريق الكبد، وإذا كان الدواء قليل يعني، وإذا كان الدواء السولوبيلتي حقه يعني قليلة فما راح تقدر الكبد إنها تمتص كثير. طيب هنا كيميكال ستابيليتي إن جاستريك بي اتش، كيميكال ستابيليتي إن جاستريك بي اتش، بنسلين اند انسولين. ايش معنى هالكلام؟ كيميكال ستابيليتي ان جاستريك بي اتش، يعني مدى، يعني هنا نتكلم على البي اتش، كم البي اتش حق الدواء. طيب نعم، فاذا كانت البي اتش حق الدواء كل ما كانت اقل كل ما كان الدواء ايش؟ غالبا يكون اقوى. طيب هنا قال لك مثلا بنسولين وانسولين. هنا النقطة الثانية، فيرست باس ميتابوليزم ريديوس بايو افيلابيلتي. نعم فيرست باس ميتابوليزم، فنحن لما نعطي اي في ما راح يكون عندنا اصلا فيرست باس ميتابوليزم، ما في، خلاص 100% يوصل. طيب فاكتورز افكتنج بايو افيلابيلتي، بادي فاكتورز، عندنا بادي فاكتورز، بلاد فلو تو ابزوربتيف سايت، برضو السايت حق الدواء. نحن الدواء نبغاه يعالج ايش؟ نبغاه يعالج الجلد، ولا نبغاه يعالج عضو معين، ولا نبغاه يعالج القلب، ولا نبغاه يعالج الدم، ولا نبغاه يعالج العظم، يعتمد على المكان. قال لك هنا greater blood flow increase bioavailability، يعني عندما يكون المكان اللي نحن اعطينا فيه الدواء الفلو حق الدم كثير يعني وسريع، البيو افيلابيلتي راح تكون افضل. طيب راح تكون افضل، يعني ما راح يتهرب كثير من الدواء. نعم يعني مثلا تحت الجلد بعض الادويه نعطيها ايش؟ سبكتينيوس. حلو. تحت الجلد، وبعض الادويه نعطيها ايش؟ في الوريد في الدم.